مرحبا بكم. اليوم حنعمل مخلل اللفه، حنحكي كل الاسرار والطريقه الاصليه لمخلل اللفه، طريقه سهله وسريعه. يلا على الوصفه. اللفت في انواع واصناف مختلفه من اللفت حسب البلد، استخدموا النوع المتوفر عندكم. هو نفس الطريقه والنتيجه نفس الشيء، النتيجه استخدموا النوع المتوفر عندكم. نعمله الى اصابع او بالشكل اللي انتو بتحبوه، اعملوا القطع هيك. عملنا كل الكمية تقريبا 2 كيلو، انا عملت ممكن نعمله بالقشر او بدون القشر اختياري. البنجر ناخد قطعة كبيرة من البنجر ونعملها الى قطع صغيرة. السبب البنجر بناخد منه لون طبيعي وهو بديل عن السكر. في ناس بتوضع سكر، احنا بنوضع بنجر، البنجر فيه السكر وفيه اللون الطبيعي. وهيك بنوضع البنجر بالماء وبنشعل الحرارة. نوضع لكل كوب ماء معلقة كبيرة ملح، 10 كوب ماء 10 معالق ملح وهكذا. والخل نفس الشيء، لكل كوب ماء معلقة كبيرة خل. وبنحرك عند بدء الغليان، بنغلق الحرارة وبنرفع الوعاء عن الحرارة وبنوضع اللفت وبنغلق الوعاء وبننتظر لليوم الثاني حتى يبرد تماما. ممكن نعمل اي نوع خضار متوفر عندكم، اي نوع خضار بنفس الطريقة، اعمل اي نوع خضار، ولكن الفرق انه هذه الطريقة ممكن بعد يومين ناكل من الخضار يكون ناضج بعد يومين، ولكن اللفت بياخد وقت أكتر، تقريبا حدود 10 أيام أو أكتر أو أقل حسب حرارة المطبخ. ممكن نوضع بالعودان، نوضعه عودان الشواء أو عود الأسنان، نفس الشيء لكل كوب ماء معلقة ملح ومعلقة خل لكل كوب من الماء حسب ما بدكم تعملوا كمية. نفس الشيء ممكن نستخدم خل التفاح، الخل الأبيض. هيك أغلقنا الحرارة، بنغلق الحرارة وبننتظر حتى يبرد تماما لليوم الثاني. هيك أصبح جاهز لليوم الثاني، يعني ممكن اليوم الثاني ناكل منه، يعني هذا السريع. بنحطه في عبوات زجاج تكون معقمة وتكون نظيفة، نوضع المحلول الملح مع الخل. وهذا اللفت في اليوم الثاني. بنصفي المية عشان نقدر نستملكه، نوضع في العبوات. ما بنعب آخر الماء، بنخلي تقريبا حدود عقلة أصبع تقريبا فارغ من الماء، ما بنعبيه على الآخر. مدة الاستواء تقريبا بياخذ حدود 10 أيام، ممكن أكثر ممكن أقل حسب حرارة المطبخ. في أمان الله.